السيد حافظ نينوى المحترم، السادة مستشاري دولة رئيس الوزراء المحترمون، السادة المدراء العامين وأعضاء مجلس محافظة نينوى المحترمون، السادة قيادات القوات الأمنية بكافة صنوفها، السادة ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات المحترمون، السيدات والسادة الأكارم، كل من حسب منصبه ومكانه، أهلا بكم جميعا. لقد مرت أكثر من 10 سنوات منذ اجتاح داعش منطقة سنجار وارتكب جرائمه الشنيعة بحق أهالي سنجار عامة وقرية كوتشو خاصة المسالمين. لم نكن نتخيل يوما إننا سنعيش في قرية غير قريتنا كوتشو، ولكن بعد كل ما جرى من خطف وقتل وتدمير لكل ما هو جميل في قريتنا، لم يكن بإمكاننا العودة إلى تلك البيوت الطينية التي تحمل في كل زاوية منها ذكرى أحد أحبائنا الذين فقدناهم دون أي ذنب. جميع تلك الأحلام أصبحت رمادا بين ليلة وضحاها، لذا كان لابد من اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة وفتح صفحة جديدة لكل من تبقى من سكان قرية كوتشو، وهي بناء قرية جديدة والسكن فيها. لقد كان هذا الأمر أصعب مما كنا نتصور حين العيش في مكان غير ذلك المكان الذي كنا نخطط فيه مستقبلنا ونبني عليه أحلامنا وتطلعاتنا. لكن لقد كان طريقا طويلا جدا ولم يخل من المصاعب حتى وصلنا إلى يومنا هذا. لنضع حجر الأساس لقرية كوتشو الجديدة، ولكن وعدت نفسي إلا أستسلم حتى أحقق ما يطمح إليه كل فرد من قرية كوتشو، وها قد تحقق ذلك اليوم. وما يزيدني فخرا هذا المشروع وبناء القرية الجديدة كان بفضل أحد بنات قرية كوتشو، وهي السيدة نادية مراد.